التانية لونجر تشين. وفي فرق كبير ما بين الدهون دي والدهون دي. يعني إذا الدهون المشبعة من اللحوم زي الدهون اللحوم يعني خطر جدا. والأخطر منها الدهون اللي موجودة في اللحوم المخلقة زي اللانشون والهوت دوج وما كمان دي الأخطر. دي أخطر. ده كمان في مواد حافظة بتضاف لها ضارة جدا بالقلب. لازم نبتعد عنها. لا اللحوم المخلقة نمتنع عنها نهائي. الخلون من مصنعة تقصد المصنعة يعني. سواء مريض سكر أو غير مريض سكر. ابتعاد. دي ضارة. اللحوم العادية لو شلنا الدهون منها وقللنا كم اللحم يعني المفروض الإنسان ما يزودش على الإطلاق في الأسبوع عن مرة أو مرتين لحوم. لأن في نوعية حديد معينة موجودة في اللحم اسمها الهيم. دي مرتبطة ارتباط كبير بمرض السكر. يعني زيادتها زيادة أكل اللحوم تزود مرض السكر أو ممكن تخلي الشخص يجيله مرض السكر كمان وتزود أمراض القلب نفس الحكاية. فاللحوم الحمراء لازم نقلل منها بشكل كبير يعني ممكن مرة أو اتنين يعني بلست. اللحوم نشيل الدهون ونقلل الكمية تمام مظبوط تمام لكن اللحوم المصنعة ما فيش دخول عليها خالص على الإطلاق بالمرة دهون اللحوم خطر لكن دهون اللحوم المشبعة خطر لكن الدهون اللي هي المشبعة بتاعت مجموعة الألبان ما فيهاش خطورة. وحاجة تانية الألبان المخمرة مفيدة جدا للجسم. الألبان المخمرة زي الزبادي أيوة. وزي الرايب اللبن الرايب أيوة. الجبن الريكفورد الكونجنزولا الحاجات دي كلها الجبن الجبن كلها اللي فيها فطر اللي هي مخمرة لان دي بتحسن البكتيريا بتاعت الامعاء. امال بيقولوا الجبنه الرومي ممكن تعمل مشكله ليه لمريض السكر؟ ما حدش قال هذا ما حدش قال هذا الكلام لا 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 على الاطلاق. يعني مجموعه الالبان بالاجبان الالبان منتجات الالبان كلها نعمه من عند الله سبحانه وتعالى ونعمه بالله. واخد بالك؟ وهو كان اكلنا زمان كده يعني ما كان الجبنه البيضاء والجبنه القريش والمش يعني منتجات الالبان مفيده بشكل. انت سيادتك عرقت كده على المؤتمر السنوي للسكر اللي كان في سان دييغو السنة دي واضح ان كان في نقلة في الابحاث نقلة في النظريات. انت مش متخيل كل شهر عندنا حاجة جديدة كل شهر لان التطور العلمي اصبح سريع جدا 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 احنا مش عارفين نلاحق عليه. يعني مش عارفين نلاحق وطبعا لان احنا موجودين في مكان فيه تنافسية عالية وفي ابحاث مستمرة يعني ببساطة جامعة هارفارد كل سنة بيطلع منها 22 ألف بحث علمي 22 ألف بحث؟ يعني ده بس جامعة واحدة ده رقم مذهل ده جامعة واحدة كمان. طب انتوا قدمتوا ايه في سان دييغو؟ والله كان اللاند مارك احنا قدمنا برنامج لأول مرة اللي هو الشفاء من مرض السكر النوع التاني اسمه دروب بروجرام. ده ممكن اصلا الشفاء اصلا؟ ما هقول لك هو اسمه Diabetes Remission Outcome Program. هل ممكن الشفاء من مرض السكر ده سؤال عظيم النوع الثاني ولا لا؟ فاحنا عملنا انا بس عشان نقول للمشاهدين النوع الاول ايه والنوع الثاني ايه عشان يبقوا معانا برضه. النوع الاول ده مرض من امراض المناعه أيوه. ده غالبا بيجي في السن الصغير اللي هو سكر الاطفال بالاغلب سكر الاطفال وممكن يجي برضه في الكبار الى حد ما معظمهم بيبقى نحيف في الوزن والجسم بتاعه بيكون اجسام مناعيه ضد حاجه داخله من بره ممكن تكون فيروس او ممكن تكون تلوث او ما الى ذلك والاجسام المناعيه تضل الطريق وتهاجم خلايا البنكرياس اللي بتفرز الانسولين وتدمرها. فهذا الشخص المريض السكر من نوع اول لا يفرز الانسولين وعشان كده علاجه لازم ياخد انسولين من الخارج. وفي طرق اخرى يعني لا ما انا هتكلم في الطرق الاخرى دي لان انا سامع برضو ان في نقله في المساله دي. نروح بقى للمريض التاني النوع التاني ده انواع متعدده لكن معظمها يكمن في ان الجسم يقاوم الانسولين بيفرز انسولين